اشتدت عليهم آلام الحرب ووجع جحيم داعش حتى تكالبت عليهم هموم الجوع والفقر. أصبحوا يعيشون على قطعة خبز يتقاسمونها فيما بينهم، بينما الماء يكاد يجف شيئا فشيئا، في حين قسوة البرد أخذت تحيط بهم، لا مأوى ولا موقد للنار يحميهم من ذلك. هذا هو الحال الذي يشهده نازحو مخيم بلدة باغوز الشمالي شرق سوريا، بعد أن قرروا مغادرة محيط جرائم التنظيم بحثا عن محيط آخر أكثر أمانا. نساء وأطفال وشيوخ لم يعد يتحملوا القتل والعنف بعد أن شاهدوا دماء المدنيين الذين كانوا قد قتلوا نتيجة القصف والتدمير المستمر من قبل النظام من جهة، وتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى. وبما أن الحرب ضد داعش قد قرعت طبولها، تحاول قوات سوريا الديمقراطية الركض على دحضها ودفنها بالكامل. ولكن رغم ذلك، إلا أن هؤلاء الأبرياء يتمنون في كل دقيقة أن تعم أراضيهم الخضراء بالسلام والأمان الدائم، ويعودون لمساكنهم التي في الواقع تحولت إلى أنقاض يسكنها أشباح. سلطان عجيان، الإخبارية.